في هذا الوقت هذا يعني بحال المرأة بحال الرجل يعني يقدروا يعملوا يعني نفس العمل، يعني ما كاين حتى مشكلة يعني تكون المرأة مثلا عدول ولا تكون مثلا بيلوت ولا شي حاجة. هذا يعني ما عنده حتى يعني حتى شي مشكلة، يعني لا ما كاين مشكلة. بالنسبة لي فكرة ديال أن مرأة تولي عدولة أو تولي أي حاجة أخرى، أنا كان أيد هاد الفكرة بزاف. ومع مرأة تولي عدولة وتولي بزاف دمراتيب، لأن مرأة ماشي غير باش تجيبان الدار وتصبن وتطيب وتولد العيال، لا، مرأة كتستحق تكون في أرقى المراتب وفي بزاف الحاجات أخرين. وانا كامرا كنتمنى شي نهار نكون عدوله، بيان سور انا دغوا فرونسي ليسونس هذا العام ان شاء الله، وبوركو با انا نقدر نكون عدوله ونقدر نوصل بزاف د المراتب ان شاء الله. وكنتمنى البنات اللي دابا كيقراو يديو الباكالور ديالهم ولا شي حاجه يتبعوا الدغوا ويكونوا حتى هما عدولات ويحمروا لنا الوجه. وبارك علينا من الرجال، خلينا شويه نسلطوا على العالم ونحكموا حتى حنا. بالنسبه لي زعما الا كانت في ظل المناصفه وهذه المسائل هادو، يمكن المراه توجد بزاف ديال المجالات، ولكن باش انها تزوج وتطلق شويه القضيه كتكون كومبليكي، لان تف باش تشهد ان المراه تشهد كيطلبوا ان جوج ديال يمكن جوج ديال النساء كيساويو راجل، فما بالك انها تزوج شويه القضيه تكون صعيبه شويه وما غيتقبلوهاش بزاف الناس. دابا عادي الراجل بحال المراه، دابا ما كاينش دابا الاخر الفرق بيناتهم عادي. من حق المرأة تخدم أي خدمة، يعني العدول، القاضية، أي حاجة غتناسبها، يعني حتى هي راه كت عندها ما تعطي. المهم بصراحة الرأي ديالي أنا ما عندي سمانية باش تكون المرأة تدخل ميدان العدول، أظن أن حتى من الناحية الشرعية ما كاينش شي مانع. وطبعا دابا المرأة راه اقتحمت جميع الميادين. حنا عندنا المرأة الطيارة بالستينات، الطيارة الأستاذة الطيارة الشاورة معروفة اللي تم اغتيال ديالها وهذا. المهم على كل حال فيما يخص دخول المرأة الميدان العدول ما عندي تمانع، سي بون تري بيان، قرار ممتاز. ممكن تولي بحال الراجل، يعني أصلا المرأة راه بحال الراجل، فهمتي؟ يعني يمكن لها تحكم، يمكن لها كلشي، هذا هو الرأي ديالي. يعني المرأة يعني قادرة تعمل كل شيء، فهمتيني؟ مع هذا القرار ولا خدمت الشعب والدولة والحكومة داك الشيء اللي كتخلص عليه، فهمتي؟ ولا خدمت هادشي اللي كاين، دابا بحال وزيرة، أنا قلت لك وزيرة عندنا هنايا، وزيرة مشردين عندنا هنايا، علاش؟ لا، أعطيهم الواجبات ديالهم، ما يمكنش عاد يتشردوا هيدا ولا سمحوا باباهم ويماهم تماك، لكن وزيرة التضامن كاينة. هذه مزيانة، المحكمة كاينة، المرأة كاينة، ولكن أكثرية تعطيوها في هادشي ديال المرأة، أكثرية تعطيوها في هادشي ديال حراقة، فهمتي كيف؟ حدا تما زعما تولي قضية في ابتدائي ولا في جنائي في جنحي أو لا في شي حاجة أخرى، لا تفهمنا، المرأة حدا دخلت الله يجعل بركة في محمد السادس وفي هادشي هذا اللي عطى هذا الشهادة اللي خرجنا دابا، الله ينصره وصافي.